طيب في تغريدة قبل يومين، أنا ما أدري يعني أنت بعض الأحيان أنا أتوقع أنه في بعض الصور هي اللي تحفزك أنك تكتب شيء. والله صادق، نعم صحيح، يعني في صورة تشوف أنت تقول هذه بكتب عليها شيء وبغرد فيها. صادق. طيب قبل يومين حطيت صورة ل حطيت صورة لفتاة في يعني في ملاهي او في لعبه خطيره مره، والصوره الله يوريك يعني شيء صراحه مفجع يعني. صار عليها كلام ما تتخيل. عاده انا دائما المواضيع اللي فيها خطبه، فيها كتب كتاب، فيها رؤيه شرعيه للمخطوبه، عاده يعني العوائل المتعارف عليهم اتوقع يمكن على مستوى العالم، الواحد يشوف خطيبته بالمظهر الكويس وكذا، ولا في اشياء تخفى عليه ما يشوفها الا بعدين بعد الزواج. فهذا يعني اقتنصت الفرصه، قلت اذا تبي تشوف خطيبتك خطبه شرعيه يعني شوفها شرعيه، ودها الملاهي، راح شوفها في الملاهي، مو بودها الملاهي، شوفها في الملاهي ما تدري عنك، تبين الخفايا. طيب